جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هنا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين، يقول إن والدته خطبت له إحدى قريباته فرفضها، ولأ ذلك لأمور منها أن والدها يتعاطى الكهانة، فحينئذ يخشى أن يقع في عقوق والدته. ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ والمستمع هو أبو الحسن من محافظة الكاملين. ما دمت أنك تخشى من هذه الفتاة أن تتأثر بوالدها الذي يعمل الكهانة، فهذا تمنع صحيح، وعليك أن تقنع والدتك أنها لا تسمح لك وأنك لا ترغب فيها. ولا أظن أن والدتك ستصر على تزوجك منها إذا شرحت لها عذرك في الامتناع، لأنها تريد لك الخير، تريد لك المصلحة. وهذه المرأة ما دامت أنها من بيت فاسد العقيدة يخشى أن تنقل العدوى إليك وإلى ذريتك.